مع قدوم فصل الشتاء تبرز ظاهرة حرق الإطارات من أجل تذويب القير وسكبه فوق أسطح المنازل بغية منع تسلل مياه الأمطار إليها، ظاهرة بالية مضرة بالصحة والبيئة يشكو منها السكان على مدى سنوات. أكو مادة هسه حاليا بدل ما تحرق إطارات، أكو مادة جاي تباع كالصبغ تطلي السطح بها وانتهى الموضوع. فلما هي يعني ليش أنت هم خسران ماديا، خسران نفط، خسران غاز، بعد ولا كأنما جو المجتمع وكأنما هيك سايبة. هو صح أنت تكسب كسب مادي، بس كسب مادي مقابل أو ضرر بالآخرين هذا ما يجوز. ويحذر أطباء في الأنبار من ظاهرة حرق الإطارات لتذويب القير وطلاء الأسطح به، مشيرين إلى أن حرقها يؤدي إلى أمراض تنفسية للأطفال على وجه الخصوص، فضلا عن تلوث الأجواء بغيوم سوداء تحمل مواد سامة ومضرة بالبيئة. أثناء خروجنا من البيت تكون حالات حرق الإطارات ومادة القير المستخدمة صباحا اللي هي أكثر فترة نقاء اللي يحتاجها الطفل أثناء توجيهه للمدارس أو لأداء يعني مثل نقول رياضة الأطفال وغيره. لاحظنا أنه كثرة هذه الأدخنة هي مضرة لصحته، وحاليا إحنا في موسم انتقالي اللي هي الأمراض الانتقالية بالأخص التنفسية. مواطنون متضررون لديهم مرضى من كبار السن والأطفال يطالبون بضرورة معالجة هذه الظاهرة من خلال إجراءات رادعة تضعها الجهات المعنية. والله أول شيء الظاهرة تكون يعني صعبة على كبار السن وعلى الأطفال، يعني احنا نطالب الجهات المعنية بأن توضع يعني حدود فاصلة لهاي الظاهرة المو حلوة. ويأمل السكان أن تكون هناك حلولا جذرية للحد من هذه المشكلة التي تثير قلقهم، وألا تبقى وعودا معلقة على خيبات وعود سابقة. من الأنبار أحمد فلاح، التغيير.